سيداتي سادتي، مرحبا وألف مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقارية المختلفة وفي الفيديوهات اللي كنوصف فيهم الشقق اللي كيكونوا شقق مختلفين. بعد النوبات كيكونوا شقق اللي هما عصرية، شقق اللي كيكونوا كبار، شقق صغار. كنتمنى تكون كتعمل الفائدة عبر المشاهدة ديال قناتكم اف ان وعبر المتابعة ديال طارق. اليوم جايب لكم شقة اللي كتباع نصف جاهزة. شنو هي هاد نصف جاهزة؟ هي انها كتباع ببعض الاشياء من الاتات كما هو الشأن. كما كتشوفوا معايا بالنسبه للصالون اللي كتشاهدوا دابا حاليا في الصوره، هذا غادي يبقى مع هذا العقار، هذا ما عدا بعض الديكورات. هذا صالون اللي هو كبير كما كتشوفوا معايا الصالون، وغادي معاه حتى السيجور ديالو. ولا شاهدتوا واحد الملاحظه هي ان ما كاينش داك الفاصل، داك الميربال اللي كنسميوه داك الحائط القصر، ما كاينش صالون اللي جا مفتوح جا مبهج. والحاجه اللي ضافت جمال وروعه على هذه الشقه هذه هي فاش كتحل النوافذ ولا الستائر ديال هذا العقار، كتكون عندك واحد الاطلاله اللي بواحد الواجهه اللي ما كاينش قدامك حاجب، ولا ما كان كما كنقولوا ما كاينش الفيزافي. اذا سيداتي سادتي، مرحبا والف مرحبا بكم بمدينه مكناس، مدينه العروض العقاريه الرائعه، مدينه العروض العقاريه اللي كتشهد ولا كنعرفوا عليها واحد المنافسه، واحد المنافسه اللي هي ايجابيه اللي كتصب في صالح الناس اللي كيبغيو يشتريوا عقارات مقارنه مع بلايص اخرين. الشقه ديالي ديال اليوم فيها مساحه اجماليه ديال 130 متر مربع، 130 متر مربع، 130 متر مربع. فين كتجلى؟ كتجلى عندي في هذا الصالون هذا اللي شو كيدير واسع، صالون اللي ما شاء الله كبير. حاجه اخرى هي ان العقار ديال اليوم كيتواجد في عماره اللي هي صغيره، ما عندكش عدد ديال السكان اللي هو كثير. مثلا جار واحد في كل طابق، بوحديتك ساكن في الطابق ديال كتحل الباب، ما كتلقاش ابواب اخرى اللي ممكن. وحتى الملك المشترك هنا في هذه الحاله هذه تسير ديال الملك المشترك كيكون سلس وكيكون سهل. هذا هو الحاجه اللي هي زوينه. نعاودها، الشقه ديالي ديال اليوم فيها مساحه ديال 130 متر مربع، كتواجد بالطابق الثالث وبالضبط واحد من الوجهات ولا من الاحياء اللي اصبحت مفضله للجدد الجميع على حسب التجربه ديالنا. الناس اللي تيسولونا ديما على الحي ديال رياض الزيتون. كنقول لكم انا جبت لكم عقار في رياض الزيتون وفي موقع اللي هو جد جد رائع واللي ما بقاش بحاله، قليلا ما كنلقاو شي حاجه، لان رياض الزيتون حي اللي وجد، حي اللي فيه المرافق كاملين اللي كيقلب عليهم الانسان. مثلا هضرتي على السوق كتلقاه على بعد هذه الشقه هذه تقريبا اكثر مسافه عندي تقريبا، ولا بالدقائق عندي واحد 3 ديال الدقائق. هضرنا مثلا على الحمام، ولا هضرنا على الطاكسيات، ولا هضرنا على بزاف ديال الامور، كل شيء قريب لهذا العقار اللي جايب لكم اليوم. عندنا شفنا الصالون والسيجور، دابا دزت بكم باش غادي تشوفوا معايا الغرفه ديالنا. والميزات ديال هذه الغرفه هذه هي كذلك كتشوف على واجهه ولا اطلاله اللي ما عندهاش الحاجب كما قلت، ما كاينش قدامك واحد الحاجز ديال الرؤيه. اللي زوين هو كاين عندنا بلاكار فيها بالكون، بلاكار راس الناموسيه اللي هو كبير، ولا تيت دو لي كما كنقولوا اللي هو كبير. ونزيدو هي ان عندي الحمام ديالي في القلب ديال الغرفه، هي هذه الغرفه اللي هي متكامله. ندوزو نهضروا على شيء اللي بزاف الناس راهم كينتظروه، الا وهو الثمن ديال هذا العقار. هذا العقار كما قلت راه تيتباع غير نصف جاهز، بما معناه انه فقط كيمشي مع الصالون ديالو. اما بالنسبه للغرف، فالغرف غادي يديو هما اللي هما مثلا الاساس ديال هاد الغرف هادو، راه غادي يمشيو مع الناس اللي غادي يديو مثلا اللي غادي يبيعوا العقار، غادي ياخذوا الاثاث ديالهم. عندي الغرفه رقم 2 هي هذه، وكما قلت دابا عاد وصلنا باش غادي نهضروا على الثمن. الثمن ديالنا هو 690 الف درهم، هو الثمن ديال هاد العقار اللي معروض اليوم للبيع. ولا ربما كنقولها، لا ربما ومن بين قوسين يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض مع اصحاب هذا العقار. غادي نستمروا في الجوله ديالنا اعزائي المشاهدين، نستمروا ونشوفوا شنو باقي. باش نعرفوا الفصاله بالضبط كي جات، راه عندي المدخل هو هذا ديال العقار، عندي الباب هو هذا. فاش كندخلوا تندخلوا على الصالون ديالنا كبير، قدامه سيجور، وعندي بالنسبه للغرفتين بقاو من الناحيه الاخرى. اما بالنسبه للمطبخ فهو امام الباب. مثلا كنت جبت قضيه صخره ولا شي حاجه ما غاديش تضطر تدوز قدام الغرف كاملين، فهو بالقرب من الباب، بجانب الباب، مجانب المدخل الرئيسي.
نعود من اشياء كما قلت بالنسبه لهذا العقار هذا كيتواجد عندي بالطابق الثالث بعماره اللي فيها فقط ثلاثه ديال الطوابق بحي رياض الزيتون بمساحه ديال 130 متر مربع وبثمن ديال 690 الف درهم. كنهضروا على 69 مليون. هذا هو المطبخ ديال اليوم. فيه فيترينا هي هذه بلون دو ترافاي ولا البوطاجي فين كنخدموا ولا فين البوطاجي ديالنا عندنا هو هذا. ودابا بقات لنا اخر شيء غادي نشوفوه الا وهي الغرفه الثالثه وكذلك الحمام ديالنا. دن الغرفه الثالثه هي هذه اللي غادي نشوفو دابا. وغرف من حجم لحجم اللي هو كبير ماشي غرف اللي هي صغيره. حاجه اللي ما كتفسر الا المساحه اللي قلت ديال 130 متر مربع. كما كتشاهدوا معايا غرفه اللي هازه عندنا سرير كما كنقولوا كبير من الحجم الكبير وعندي سرير من الحجم الصغير. هما هادو زائد هزه مكتب ونزيد عليها ان فيها بلاكارات ديالها. هادو هما الميزات ديال هاد العقار. نعاودها بثمن ديال 690 الف درهم. كنهضروا على 69 مليون. لربما يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض. بقيت دابا اخر شيء غادي نشوفو الا وهو عندي الحمام ولي طوالت ديال هاد العقار. بالبينوار ديالو البانيو بالمبل ديالو كبير. وعندي هنايا كاين عندي طوالت ليلة شكل دباغا لي نديرو فيها آلة ديال التصبين. إذن أعزائي المشاهدين كان معكم طارق من قناتكم أفائل. كنتمنى يعجبكم العقار اللي قدمت لكم اليوم. اللي بغى يشوفه فما عليه إلا الاتصال والتواصل معي وأنا رهن الخدمة ورهن الإشارة من أجل زيارة ميدانية لهذا العقار.